يقول: في بلادنا تخصيص للقبور أرض محددة للأسرة كلها تشترك في المقبرة، في المكان للرجال ومكان آخر للنساء، وفي الأسرة أفراد لا يصلون ومنهم من لا ترتدي الحجاب، فماذا يكون الشأن إذا توفي معهم الملتزمين، وماذا على غيرهم أن يفعلوا؟ أما الذي لا يصلي هذا كافر، إذا مات وهو ما يصلي هذا كافر، ما يدفن مع المسلمين لا مع أقاربه ولا غيرهم من المسلمين، يدفن في مقابر الكفار أو يدفن وحده في بر يبعد عن الناس. أما اللي ما تلتزم الحجاب هذه عاصية، ما هي بكافرة، هذه مسلمة لكنها عاصية، تدفن مع المسلمين.